يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. هنتكلم في فقرتنا دي عن بطولات كره السله في النادي الاهلي، خصوصا فريق السيدات اللي نجح مؤخرا في التتويج ببطوله منطقه القاهره بعد الفوز في المباراه النهائيه على فريق الجزيره بنتيجه 77-55، لتضاف تلك البطوله لبطولات هذا الموسم. معانا لاعبه بلدياتي سكندريه قادمه من نادي سبورتنج الى النادي الاهلي، واحده من احدث صفقات النادي الاهلي الجديده لكره السله. رنا نبيل، صباح الفل عليكي ومنوره القاهره. صباح النور سيدنا، صباح الخير عليك يا رنا. وقبل الفاصل برضو احكي للناس، انا قعدوا هما الاثنين عشان من اسكندريه يقول لك بقى الكبده الاسكندراني ومش عارف ايه وبتاع، وانتوا في مصر ما بتعرفوش تاكلوا. والله العظيم ثلاثه ما في مقارنه ما بين الاكل. طب انا هروح بعيد ليه؟ معانا رنا اهي، كلمينا كده. سيبك بقى من الباسكت وكلمينا على الكبده الاسكندراني. لا في اسكندريه غير القاهره خالص الصراحه. رنا منورانا بجد، ورنا كمان عروسه جديده لسه من شهر صح كده؟ اول عروسه. لا السنه دي ختمه معاكي كويس، اهلي وجواز. ما شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. نتكلم في بدايه يعني عن النقله دي، نادي سبورتنج برضو انت كنت فيه من النوادي الكبيره جدا، ولكن نقله اكيد اكيد للافضل للنادي الاهلي، فخلينا نتكلم عن النقطه دي في البدايه. اكيد طبعا، هو انا بلعب في سبورتنج بقالي 15 سنه تقريبا، وبعد كده نقلت السيزون ده بس القاهره لظروف جوازي، وطبعا انضمامي للنادي الاهلي طبعا ده شرف كبير لاي حد بصراحه. يعني اول يوم ليكي على الاطلاق في النادي الاهلي، سواء اليوم بتاعك كنت بتوقعي فيه عقد الانضمام، واول تدريب واستقبال من اعضاء الفريق ليكي كان عامل؟ لا بصراحه انا كنت مبسوط، يعني مبسوطه قوي لحد دلوقتي في النادي. انا حاسه يعني اكني بقالي 20 سنه ولا اكتر من 20 سنه موجوده في النادي. جميل. الناس كلها كويسه قوي معايا، انا مبسوطه جدا بصراحه ومرتاحه. استقبال تحسيه جيتي عيله؟ اه فريندلي جدا ولسة. يعني دي حقيقه، يعني ولا كني لسه ما بقاليش شهر مثلا موجوده في القاهره. خلي بالك النادي الاهلي من الفرق سواء في كره السله، في كره اليد، كره القدم، الاهلي لا يقبل باقل من الفوز ولا يقبل باقل من البطولات، والموضوع ده بيبقى له انعكاسات اكيد في كتب، يعني تفصيله ان انت بتبقى في ضغوطات في بعض الاحيان، مسؤوليه كبيره، فناويه تتعاملي مع التفصيله دي ازاي؟ اكيد طبعا، هو على طول الفاينل، يعني انا لما كنت في نادي سبورتنج على طول الفاينل كان بيبقى اهلي وسبورتنج، قليل قوي لما يكون اهلي مثلا او حد تاني، اي نادي تاني او سبورتنج واي حد تاني. فانا اوريدي جايه متعوده على، انا طول عمري فرقه بطل، فلازم احافظ على البطوله ولازم السبيريت بتاعتي تبقى سبيريت بطل. فلا طبعا انضمامي للنادي الاهلي، الفرق بس اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني ان هو نادي جماهيري اكتر، فموضوع الجمهور بيفرق معاه، ان هو النادي الاهلي لازم يكون على طول اي بطوله يدخلها لازم ياخدها ويتوج بيها، ما يقبلش باي حاجه غير ان هو يكون المركز الاول. وكابتن علي هاشم بقى لما قعدتي معاه والحديث يعني اللي دار غير الترحيب طبعا كان ايه بقى؟ لا كابتن علي هاشم معشره، يعني من زمان قوي قابلته كتير، بس كنت على طول بلعب ضده ضد سبورتنج في 14 و16 و18 وفيرست تيم. قبل انتهاء الموسم اللي فات كلمني، بس انا كنت ملتزمه بتعاقدي مع سبورتنج، وبعد كده كان انا كنت مبسوطه جدا ومرحبه بصراحه ان انا انتقل للنادي الاهلي. بس فمش حاسه الموضوع غريب، يعني كابتن علي الموسم ده لعبت في سبورتنج بقى الوضع اتعكس ولا لسه؟ هو السيزون اللي فات الدوري وقف عشان كورونا في شهر 3 وكملناه بعد كورونا، فكان فاينل كان بيست اوف 3 ثلاث ماتشات مع الاهلي. واحساسك كان عامل ازاي بقى وقتها؟ لا انا كنت مركزه بصراحه مع نادي، ملتزم مع تعاقدي، يعني ده النادي اللي اتربيت فيه، و لحد ما خلصنا ثلاث ماتشات خدنا تاني، الاهلي اخد اول، طبعا كنت مبسوطه، كان نفسي بس ان انا احقق اخر بطوله مع سبورتنج قبل ما اسيبهم وامشي، وبس الحمد لله. بس وبعدها رحت نادي الاهلي. جميل. طيب احكي لنا بقى عن بطوله افريقيا اللي جايه والاستعدادات، لان دي المفروض هتبقى بطوله قويه جدا. هي بطوله افريقيا احتمال تتلعب تقريبا في خلال شهرين، وفي بطوله عربيه كمان. فاحنا حاليا لسه، بس احنا في السنه دي في صفقات جديده كتير، 7 تقريبا او 8، فاحنا بس لسه الدنيا، وعندنا اصابات كتير للاسف الفتره دي. فلسه الدنيا يعني في التمارين ما ظبطتش قوي، بس احنا يعني من دي 1 كابتن علي متفق معانا الصفقات الجديده، وكل يعني ده تدعيمات للفريق طبعا. ده بالعكس يدينا ادفانتج على اي حد تاني، ان احنا لازم ان شاء الله اي بطوله ندخلها لازم ناخدها، خصوصا البطوله الافريقيه، ولو بطوله عربيه ان شاء الله لو هتتلعب، والبطولات المحليه.
حلو جدا. طب وانت عروسه جديده بقى، يا ترى جوزك داعم ليكي في الرياضه ولا متضرر من كتر التمارين والبطولات والسفريات والامور؟ لا بصراحه هو احمد جوزي يعني بصراحه شايل كتير قوي، هو مدرب في النادي الاهلي. يعني هو مدرب في النادي الاهلي. اوكي طيب. وكان لعيب في النادي الاهلي. بطبيعه الحال داعم طبعا. بالظبط، وكان لعيب في النادي الاهلي، فهو بالنسبه لي هو سبورت جدا في كل حاجه يعني. مدرب في النادي الاهلي. مدرب في النادي الاهلي. اوكي. مدرب ايه بالظبط؟ فرقه 9 سنين. باسكت. باسكت. احنا شفنا صوره ليه يمكن معاك صح؟ يكونش هو همزه الوصل. يكونش يعني هو سبب الانتقال من اسكندريه للقاهره ومن سبورتنج للاهلي. ما انا اكيد يعني كنت هتجوز وهعيش في القاهره بس سبب الانتقال هو ده. ربنا يسعد لك ايامك يا رب. ربنا يخليك. اكيد هو كان عايزك الاحسن، فدي خطوه طبعا بالنسبه لك كمان فيها تحدي، لان انت لازم تثبتي بقى يعني الاداء ان هو كمان افضل من طبعا لعبك في سبورتنج. انا عارفه ان انت كنتي من اللعيبه الكبار جدا في سبورتنج، انا عارفه ده، بس ان شاء الله كمان تكوني متميزه اكتر في الاهلي. طبعا. بس لازم يبقى في استعدادات، لازم يبقى في تمرين اكتر. فكلمينا كده برضو على مدار الاسبوع بتدربي قد ايه؟ اللايف ستايل عامل ازاي؟ احنا كل يوم تمرين في الاسبوع، ما عدا يوم او يومين بس اجازه، وفي اوقات بننزل تمرين الصبح وبالليل. خصوصا ان احنا الاسبوع اللي فات لعبنا بطوله المنطقه كانت مؤجله من السنه اللي فاتت، فده كان اصلا في فتره يعني السيزون كان متوقف شهرين لحد شهر 12، بس بعد كده لعبنا بطوله المنطقه بتاعت السنه اللي فاتت، فده خلانا نكثف تمارين اكتر قبل الصبح وبالليل. الصبح وبالليل بس مش كل يوم يعني. بس على كده بقى في دراسه مثلا انت ولا خلصتي مرحله الدراسه؟ لا انا مخلصه من زمان، مخلصه. يعني باللي انت بتحكيه ده مفيش وقت غير للتمرينات والبطولات بس. انا مخلصه فنون جميله، بقالي 6 سنين، وكنت بشتغل في اسكندريه بس طبعا في القاهره لسه عشان اتنقلت واسحه جديد، فلسه ما لقيت شغل. فهو حاليا مركزه في الباسكت بس يعني. بس انت يعني شكلك صغير فعلا. انا اتفق معاك. 27 سنه مش عارفه صغير ولا كبير. بس بكميه التمرينات دي مش عارف هتعرفي انت بتشتغلي جنبها ولا لا. في اسكندريه كنت كده. اسكندريه شغل الصبح وتمرين بالليل عادي، مفيش مشكله. لكن هنا الدنيا القاهره برضو حسيتي بغربه لما جيتي القاهره بالمناسبه؟ لا لا بصراحه خالص. ولا انت كنت بتيجي باستمرار عشان البطولات؟ كنت باجي باستمرار عشان البطولات، وخصوصا بعد كورونا لما رجعنا تقريبا احنا كنا معسكرين في القاهره كتير، الماتشات اتضغطت اتلعبت كلها تقريبا في شهر او شهر ونص، فده خلانا نقعد في القاهره كتير، فمش حاسه بصراحه ان انا في غربه او حاجه. طيب عايز اسالك بقى سؤال تكنيكال شويه. لو هنتكلم بمنتهى الصراحه، مثلا اكيد انت كنت بتتابعي مباريات مختلفه للنادي الاهلي وشفتي ازاي الستايل بتاع اللعب واللاعبات كمان ازاي، ولو هنقارن بنادي سبورتنج برضو او هنقارن باي نادي تاني، انت شايفه ايه نقاط القوه في هذه اللعبه تحديدا في النادي الاهلي، وايه اللي ممكن كمان يتحسن من وجهه نظرك يعني؟ يعني ستايل لعب النادي الاهلي مختلف عن اي حد تاني. هو بريشر وحيد بس ان اي بطوله لازم نبقى مركزين فيها عشان ناخدها، ده في النادي الاهلي. فما فيش بريشر قوي على لعيب غير ان هو يبقى مركز كل حاجه طالبها ومتوفره له، فما فيش اي وسيله ضغط عليه غير ان هو بس يكون مركز في الماتشات وفي اللعب. ده يمكن مختلف شويه عن النوادي الثانيه بيبقى فيها فريق البطل الضغط عليه بيبقى اكبر عشان الـ 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 الشطاره ان ما حدش ياخد بطوله، وبس ياخد بطوله ويحافظ على ان هو يفضل بطل. حلو الفريق البطل. فريق البطل برافو عليك مصطلح صح. على فكره من ضمن تفاصيل البطوله دي فكره الشغف وفكره ان كل متحمل مسؤوليه، يعني في تفصيله كده ليها علاقه بالروح الحقيقه. يعني شفتي ازاي حرص كابتن الفريق دينا عمرو ومجموعه من اللاعبات المصابات كمان كانوا كلهم حريصات جدا على المشاركه في المباراه النهائيه ضد الجزيره، فيعني التفصيله دي بتقف انت عند النوع ده من الامور؟ طبعا. يعني الاصابات طبعا بتاثر فينا في اي فريق مثلا بيبقى قوي لما يحصل اصابه لاي حد لا قدر الله، ده بيأثر فيه جدا، خصوصا احنا الفتره دي عندنا اصابات كتير للاسف، فده خلى في بريشر اكتر على الناس اللي بتلعب، بحيث ان هي ما يبقاش في فرق ما بين ما نحسس الناس او نحس احنا شخصيا او ان احنا يكون عندنا مشكله في اللعب بغياب الاصابات يعني. بس فلا بصراحه يعني احنا للاسف كان عندنا نور علي طلعت كانت عملت حادثه كبيره قبل الماتشات، وده طبعا دي هي لعبه مؤثره جدا، ودينا قبل ماتش الفاينل مع الجزيره برده تعبت جامد قوي ما شاركتش للاسف في الماتش، بس بالعكس ده ادانا سبيريت، هم كانوا موجودين هم الاثنين والاصابات كلها كانت موجوده، فحسيت ان احنا كلنا مع بعض موجودين سواء في حد مصاب او ما حدش مصاب، والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله. انت اتصبتي قبل كده يا رنا؟ كتير قوي. فعلا. والاصابه بتاثر مش بس يعني بدنيا كمان نفسيا.
اللاعب ممكن بيبقى خايف ان هو ما يرجعش من نفس المستوى بعد كده صح؟ هي بتحط لود نفسي على اللعيب عشان هو لما يرجع محتاج ان هو يكون يتأهل كويس قوي عشان مستواه طبعا ما ينزلش عشان يحافظ على مكانه بس لان الاصابه لما بتطول كل ده بيأثر بالسلب على اللعيب. في جمله متداوله عبر اجيال كامله من سواء اللاعبين او حتى المشجعين للنادي الاهلي في مختلف الانشطه الرياضيه مختلف اللعبات جملة روح الفانيلا الحمراء لقيت لها تعريف؟ طبعا هو إيه يعني انا بالنسبه لي انا بحترم التيشيرت اللي انا لابساها بحترم الكيان ففي الملعب لازم ما بخلش باي مجهود لازم احترم كويس قوي التيشيرت اللي انا لابساها فعلا روح الفانيلا الحمراء يعني انت ابتديتي تحسيها طبعا جميل. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نعرفها منك الفترة الجاية إن شاء الله يعني سواء أنت بصفة شخصية أو الـ يعني الفريق بشكل عام بتجهزوا نفسكم لإيه وبتستعدوا إيه الفترة الجاية؟ إحنا إن شاء الله هنكمل دوري المرتبط 15-12 بعد فترة التوقف فدلوقتي إحنا مكثفين التمرين الصبح وبالليل ومركزين كويس قوي عشان وانس الماتشات بدأت هيبقى في بطولة المرتبط وبعدها بطولة الكاس وبعدها على طول هنبدأ في الدوري إن شاء الله وفي نص البطولة الأفريقية. حلو جدا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر بقى مع الصور ممكن ترجعوا الصوره اللي هي مع جوزك انا عايز اشوفها انا مبسوطه ان هو بيجي يحضر معاكي ماتشات السبورت على فكره المعنوي مهم جدا طبعا انتوا اتعرفتوا على بعض من خلال الرياضه جامعتكم يعني الباسكت طب احنا عايزين نكلمه والله هو صاحي ولا مش صاحي ويتفرج لا صاحي ده انها نزلت ونايم الراجل لا صاحي هو موجود بصراحه هو سبورت معايا جدا خصوصا عشان انا في القاهره لسه مش عارفه حاجات قوي فهو بصراحه معايا في كل حاجه يعني ملاحظاته عليكي في اللعب بقى عامل ازاي يعني هل بينتقدك هل بيقول لك دايما على حاجات لما بيتفرج عليكي في المباريات بيقول لك ملاحظاته مش انتقاد كانتقاد بس هو بيشوف ايه الحاجات اللي ناقصه عندي وبيتكلم معايا فيها بحيث ان اكملها او اشتغل عليها شويه احسنها عشان ابقى احسن. طب سيبك من النواقص بيشيد بايه تحديدا؟ يعني هو اكتر حاجه بيحبها في ستايل لعبك ايه؟ او شايف ان انت مميزه جدا في تفاصيل معينه زي ايه؟ في الديفنس في الشوطه ان انا الفيجن بتاعي كويس ان انا هاديه قوي في الملعب بس انت فيكي ميزه انا لاحظتها عندك نوع من الوفاء يعني انت من الناس اللي ممكن يبقى عندها لما تنتمي لحاجه بيبقى عندك وفاء ليها قوي ده انا شعرت بيه بتقولي انت بحترم التيشيرت اللي انا لابساها جدا فده حلو ده حلو جدا ان انت تربطي نفسك وعندك وفاء للنادي تلعبي معاه فده بيخليكي تلعبي او تدي احسن اداء كمان هو احترام كمان يعني هو التزام احترام اكتر بس طيب الماتش او المباراه اللي ما تتنسيش في مشوارك سواء مع سبورتنج او مع النادي الاهلي مباراه كانت ملابساتها غريبه عجيبه الاوضاع اتقلبت فيها راسا على عقب كنتوا خسرانين بنتيجه كبيره وعوضتوا وفزتوا انتوا في نهايه اللقاء يعني في دايما في مسيره كل لاعب مباريات بعينها كده ما تتنسيش هي بصراحه ماتشات كتير مش ماتش واحد بس كان في دوري من كام سنه كنت وقتها في سبورتنج كنت في سبورتنج كنا داون عن الاهلي بوينت واحد وكان عندنا لا هزعل منك لو كسبتونا ما هو للاسف القصه دي بقى كنا جبناها هي شخصيا في الاهلي معلش عوضناها كنا داون عن الاهلي بوينت واحد وكان عشان ناخد الدوري لازم نكسب الماتش اللي جاي مع الاهلي ويتلعب ماتش فاصل وفعلا كان بكل يعني بالورقه والقلم هو كان موضوع صعب شويه بس كسبنا الماتش الاولاني واتلعب ماتش فاصل تاني يوم وخدنا الدوري ده من الماتشات اللي انا بصراحه ما انساهاش وكان في دوره الالعاب العربيه برضو شاركت فيها مع نادي سبورتنج كان في السيمي فاينل كان عندنا ماتش وكنا خسرانين كتير بس ركزنا وعوضنا وجبت شوطين في الاخر وكسبنا الماتش رنا عامه انا وكريم بجد بنتمنى لك كل التوفيق للاسف الفقره خلاص بتنتهي بس بالتوفيق يعني التتش اهو والنادي اهو ويا رب يوفقك كده وتجيبي كمان بطولات جميله جدا مع الاهلي يا رب ان شاء الله ان شاء الله مبروك الجواز الله يبارك مبروك الانضمام للنادي الاهلي ما نشوف موضوع الكبده ده ايوه في الفاصل اللي جاي على طول هذا الفاصل هنتناول النقطه دي عشان دي نقطه في منتهى الاهميه طيب احنا هنطلع فاصل بعد اذن حضراتكم ونرجع نكمل معاكم فقرات حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي اتفضل